أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال قد تكرر، يقول: إذا مات رجل نعرف أنه مات كافرا، هل نشهد بعينه أنه من أهل النار؟ مش أدراك أنه مات كافرا، تعلم الغيب، إنسان هو تاب وانت ما دريت، فأنت قل أنه يظهر لي أنه مات على الكفر، يظهر لي كذا، أخاف عليه أنه مات كافرا. أما أنك تجزم تقول مات على الكفر، هذا من ادعاء علم الغيب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.